اهلا اهلا بالقمر. على الله بقى طبيخ يعجبك. هو شريف هنا؟ لا يا حبيبتي خرج، بس قال لي اعمل له الاكل عشان انت بره وهتتاخري، وقال لي هدير تكوي له شويه لبس كده، وقلنا بالمره بقى يعني نروق لكم الشقه. هو ساب مفتاحه؟ لا هو كان سايب لنا نسخه اصلا. نسخه؟ غريبة يعني، ما قاليش. لا يا حبيبتي النسخة دي أصلها من أيام ما شريف كان بيوضب الشقة لسه. على إذنك يا وزير عشان عايز أغير هدومي. اتفضلي. بنشتريه بالرخيص، نبيع البت بالغالي، ندخل دي في دي تبقى مربوحه. مربوحه ولا لا يا ماما نار؟ قولي يا حاج. اديني يا ستي وديتك المطعم اللي كان نفسك تتعشي فيه. مبسوطه؟ مهم هو عجبك؟ اه والله عجبني، ذوقك حلو. ماشي لو كده اعزمك فيه كل ويكند. لا اتعود. وانا ممكن اسالك سؤال بس ترد بصراحه؟ اه طبعا. هو انت في اي مشكله بيني وبينك في البيت؟ لا خالص، يعني هو ساعات بتسقط شويه حاجات بس هنتعود يعني. بس انت برضو مقدر ان انا عروسه وبتعلم، وان مش كل حاجه هتبقى بيرفكت من اول مره، وان عمري ما هكون زي مامتك. ايوه انا فاهم ده كويس. طب طالما انت فاهم ده كويس، ليه طنط وهدير النهارده طلعوا عندنا البيت وروقوا وعملوا اكل من غير ما اكون موجوده ولا حتى من غير ما اعرف؟ عادي يعني، هم حابين يساعدوك مش اكتر. يساعدوني ايه يا شريف؟ دول معاهم نسخة من مفتاح البيت، يعني الموضوع ممكن يتكرر من غير ما اعرف عادي. أنا مش فاهم فين المشكلة، ده أمي وأختي، يعني ستات. المشكلة مش في ستات يا شريف، الموضوع إن ده بيتي، وإن طبيعي محدش يدخله من غير ما اعرف. ليه لازم حياتنا تبقى مفتوحة لكل الناس كده عادي؟ أيوة. طب مريم حبيبتي إحنا خارجين نتبسط ونغير جو وبتاع، يعني ملوش لازمة الكلام ده، أجليه بعدين. أنت شايف كده؟ آه أنا شايف كده. خلاص بقى فكي بقى من القلب، مش فارقة. صحيح فاكر الراجل الهندي اللي قابلناه في الهونيمون؟ كلمني النهارده جاي مصر الاسبوع الجاي وعايزني اودي الاهرامات وحالته حال. الراجل غايب ما بيسكتش. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.